السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة الظهيرة من الأولى مباشرة وتتابعون فيها. مواصلة تنزيل الأورش الكبرى واستكمال تعزيز أسس الدولة الاجتماعية عنوان مرحلة جديدة تدشنها سنة 2023 في ظل مناخ يتسم بارتفاع غير مسبوق للتضخم، والمغرب يراهن على إنعاش الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية. المباني الأيلة للسقوط بالمدينة القديمة لبني ملال بعدما كانت تشكل خطرا محدقا لساكنتها تعرف اليوم هيكلة شاملة انطلاقا من إجراءات لإعادة إيواء القاطنين وإعادة الاعتبار للمدينة العتيقة. وإدمان الأطفال والمراهقين على الألعاب الإلكترونية إشكالية بأبعاد مختلفة وتأثيراتها السلبية تلحق أدمغة الأطفال والمراهقين وتسبب اضطرابات تؤثر على الصحة النفسية والجسدية وتضعف القدرة المعرفية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. المغرب والاتحاد الأوروبي يعبران عن إرادتهما المتبادلة لتعميق الحوار والتعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والتي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أهمية خاصة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تم التعبير عن هذه الإرادة خلال المباحثات التي أجرها رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب. وبهذه المناسبة رحب السيد أخنوش بدينامية العلاقات الثنائية بين المملكة والاتحاد الأوروبي، والتي مكنت من هيكلة الشراكة بين الجانبين وتجويدها على مختلف الأصعدة، مشيدا في هذا الصدد بحصيلتها الإيجابية في مجالات الفلاحة والصيد البحري والمالية والاستثمار والاقتصاد الأخضر والهجرة والأمن. بدخول سنة 2023 وفي ظل مواصلة تنزيل مختلف الأورش الكبرى اقتصاديا واجتماعيا، تتواصل جهود استكمال تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتكريس العدالة المجالية واستدامة الإصلاحات الهيكلية. ويظل استكمال تنزيل ورش الحماية الاجتماعية من بين التحديات المطروحة أمام الحكومة، بالإضافة إلى إنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار واستعادة الهوامش المالية. كل ذلك وسط إكراهات بنيوية وظرفية يخيم عليها التضخم على المستوى العالمي. تقرير نادية المدن وهند خليفة. تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، إنعاش الاقتصاد عبر دعم الاستثمار، تكريس العدالة المجالية واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات، إنها بعض من رهانات مغرب 2023. مغرب يتطلع إلى استكمال ورش الحماية الاجتماعية، الورش الملكي الضخم. جهود أخرى بذلت لإخراج السجل الاجتماعي الموحد باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم وضمان نجاعته وتأهيل القطاع الصحي. ورش الحماية الاجتماعية ومن أبرز يعني الأوراش اللي غادي يشهدها المغرب في هذه السنة هذه، واللي من خلالها غادي تكون مجموعة ديال المراسم والقوانين التطبيقية اللي غتخلي هذا الورش الحماية الاجتماعية يكون على أرض الواقع، لا من خلال الدعم الأسر الفقيرة، واللي دابا الحدود الساعة كنشوفوا الإحصاء الأخير اللي كيقوموا به السلطة المحلية باش حصر هذا السجل الاجتماعي الموحد، اللي غادي يكون واحد نقلة نوعية على مستوى ضبط يعني الهرم السكاني في المغرب، ويعني يعني تأسيسه على مستوى الطبقات الاجتماعية. منظومة الحماية الاجتماعية أيضا فيها توجهات كثيرة جدا ومجالات متعددة، بما فيها التغطية الصحية الإجبارية والتعويض عن فقدان الشغل، وأيضا على مستوى التعميم أو توسيع دائرة التقاعد ومجموعة من الإجراءات الأخرى التي هي أيضا ستكلف خزينة الدولة ما يناهز تقريبا 51 مليار درهم سنويا. وبالنظر إلى التداعيات الوخيمة لجائحة كوفيد-19 والتقلبات الاقتصادية العالمية
واستفحال ظاهرة التضخم. يتمثل أبرز تحدي يواجه المغرب في سنة 2023 في استعادة الهوامش المالية ضمانا لاستدامة الإصلاحات والحفاظ على التوازنات المالية في آن واحد. بخصوص أنظمة التقاعد، سيتم خلال 2023 الشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين المعنيين. إصلاح صندوق التقاعد أو صناديق التقاعد هو ورش مهم جدا في منظومة التقاعد، فيه تحدي بالنسبة للحكومة الحالية. جانب آخر مهم ستعمل عليه الحكومة خلال هذه السنة هو متعلق بخلق توازنات مالية، خصوصا بعد الأزمة كوفيد وما خلفته من مشاكل اقتصادية واجتماعية ومن حيث الموارد. فتقليص الهوامش من ناحية الموارد من خلال استرجاع المال العمومي من خلال الجانب الضريبي بالخصوص. ولمواجهة تداعيات الأزمات العالمية، تم اعتماد عدة إجراءات بغرض تخفيف العبء عن الأسر والتحكم في التضخم ودعم المواد الأساسية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين. شفنا المجهودات اللي قامت بها الدولة باش تحافظ على القدرة الشرائية فيما يخص الغاز والبيطان، كيفاش ان الكلفة ديال صندوق المقاصة وصلت 36 مليار عوض 24 اللي كانت، وفي قانون المالية ديال 2023 كنظن كاين واحد 26 مليار اللي هي مخصصة لهذا الصندوق. هادشي كله باش نحافظوا على القدرة الشرائية ديال المواطن المغربي. هي أولويات استراتيجية تلامس نبض المجتمع وترتكز على مخرجات النموذج التنموي الجديد. إنعاش الاقتصاد الوطني لا يمر إلا عبر دعم الاستثمار العمومي والخاص وتمكين المغرب من ميثاق تنافسي للاستثمار قادر على خلق مناصب للشغل وتعزيز مكانة المملكة وجعلها قطبا إقليميا ودوليا لجلب الاستثمارات الخارجية. ولتسلية الضوء أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الرباط السيد حسن العرافي، أستاذ المالية العامة بكلية الحقوق أجدال الرباط. أهلا بك سيدي. بداية، ما هي أهم الرهانات الاقتصادية لسنة 2023 والتي يجب أن تحظى بالأولوية من قبل الحكومة؟ طبعا يعني ما يعلمه الجميع انه كانت هناك سنه جوفاء، يعني في سنه 2022 بفعل تداعيات جائحه كورونا وكذلك مخلفات الجفاف فضلا عن الحرب الأوكرانية التي كانت لها يعني تداعيات سلبيه على مستوى معدل النمو الاقتصادي، وهذا يعني يستدعي من الحكومة اتخاذ تدابير اقتصادية سواء على المستوى الظرفي أو الهيكلي. فعلى المستوى الظرفي يعني كما لاحظنا وعلى مستوى وثيقة قانون المالية الذي جاء بتدابير تهم من جهة البحث عن موارد تمويلية أخرى للميزانية سواء عن طريق الموارد العادية وخصوصا الموارد الجبائية بتخفيف يعني النفقات الجبائية، وكذلك على مستوى عقلنة النفقات العمومية من خلال يعني اعتماد مجموعة من التدارب التي ستسمح بعقلنة أكثر للإنفاق العمومي، هذا من جهة. لكن الأمر لا يرتبط فقط بتدابير ظرفية، ولكن معدل النمو الاقتصادي هو مرتبط بأمور ذات طابع هيكلي، ونخص بالذكر يعني مسألة تمويل الاقتصاد الوطني الذي يعتبر أولوية، وهناك يعني لابد من تعبئة القطاع البنكي في هذا المجال كآلية أساسية لتمويل الاقتصاد، ناهيك عن العمل على الرفع من الإنتاجية
إنتاجية في بلادنا، إنتاجية العمل، إنتاجية السيد العرافي. إذن التحتيزية فضلا على أن دعم الاقتصاد نعم يعني دعم الاقتصاد يعني يأتي أيضا من خلال الميثاق الجديد للاستثمار الذي يهدف إلى رفع حصة الاستثمار الخاص إلى الثلثين. ما التدابير برأيك التي قد تحقق هذا المبتغى؟ ربما هذه النقطة التي كنت أتكلم فيها، يعني هي الاستثمار مرتبط بما نسمي بتنافوية الاقتصاد الوطني، فتعلمون أن الاستثمار هو الذي يخلق الثروة، وبالتالي إذا لم يكن الادخار الوطني كافي فلا بد البحث عن ادخار أجنبي كي يساعد على القفز بعجلة الاقتصاد عن طريق خلق ما يسمى بالرأسمال الثابت. هذا الأمر يعني كما جاء في توجهات السامية لصاحب الجلالة وكما يعني تضمن في القانون الجديد للميثاق الاستثمار هو أمر مهم وملح جدا، لكن ما أريد الإشارة إليه الآن أن لا يبقى هذا الموضوع ديال ميثاق الاستثمار نقاشا نخبويا بين الحكومة والفاعلين الاقتصاديين، ولكن يجب أن يعني يكون نقاشا عموميا، لأن المستثمر في آخر المطاف يجد أمامه أعوال إدارة ويجد أمامه يعني موظفين، وبالتالي أن قطب الراحة في هذا الأمر هو أن يجب على الإدارة المغربية أن تتهيئ وأن تتعبأ من خلال التكوين، من خلال التعبئة، على أن تتفاعل بشكل إيجابي مع المستثمر، فهذا مدخل أساسي فضلا عن المداخل التشريعية الأخرى. نعم السيد العراقي، الحكومة تراهن على يعني تفعيل إجراءات من قبيل إصلاح صندوق المقاصة، أيضا أنظمة التقاعد، إصلاح النظام الجبائي. هل القانون المالي اليوم لهذه السنة يساعد على ذلك؟ أظن أن القانون المالي برسم سنة 2023 اعتمد شعارا يعني هو الدولة الاجتماعية، وهذا يقتضي أن يعني مراجعة مجموعة من الأمور والاشتغال على مشاريع هيكلية ذات طابع اجتماعي، ولا سيما التغطية الاجتماعية. عندما نتكلم على التغطية الاجتماعية فنحن نتكلم في نفس الوقت على الحماية الطبية، نتكلم على إصلاح نظام التقاعد، نتكلم على مساعدة الأسر التي تعاني من الهشاشة إلى غير ذلك، وعلى كذلك على يعني القدرة الشرائية، لابد من مساعدة القدرة الشرائية للمواطن. هذا ورش كبير وكبير كبير جدا، أنه الدولة يجب أن تخصص 51 مليار فوق سنة 2025 للتغلب على الإكراه الاجتماعي في المغرب. فيمكن أن نقول أن مالية أو قانون المالية لسنة 2023 يعني أعطى للبعد الاجتماعي واحد الأهمية كبيرة جدا، وبذلك للبعد الاجتماعي ماذا عن تخفيف ارتفاع الأسعار؟ هل يمكن ربح هذا يعني هذا الرهان في ظل الوضع الاقتصادي العالمي؟ نعم صحيح. شوف، المغرب كان دائما يعني سياسة ضد غير تضخمية، وهذه من الأمور التي نجح فيها الاقتصاد الوطني على مر السنين، أنه ما عندناش سياسة، عندنا سياسة غير تضخمية من خلال تدخلات البنك المركزي. لكن تداعيات كورونا والجفاف وحرب أوكرانيا جعلت يعني معدل التضخم في المغرب يكون مرتفعا، اللي ترتب له كما يلاحظ الجميع واحد الغلاء كبير في 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 الأسعار. هذا الأمر يعاني منه الآن باقي العالم، يعني يمكن أن نقول عليه أنه ظاهرة دولية الآن، الكل يعاني من غلاء الأسعار. التدابير التي يمكن أن تتخذ في هذا الأمر هو أنه لا بد من رفع من وتيرة الاقتصاد، يعني اللعب على الدخل، أن خص الناس يكونوا عندهم الفلوس باش يمكن لهم يشريوا. أما تدخلات الدولة عن طريق صندوق المقاصة أصبح شيئا صعبا جدا، ولا سيما أن فاتورة صندوق المقاصة أصبحت تثقل كاهل ميزانية الدولة، ويعتبر يعني
الاشتغال على محور صندوق المقصة حلا صعبا وقد يكون غير واقعي، وبالتالي أن ما يجب الاشتغال عليه هو أنه اقتصاد العرض يجب أن يكون مهما في هذا المجال. نعم السيد حسن العرافي الأستاذ أو أستاذ المالية العامة بكلية الحقوق أجدال الرباط، أشكرك جزيل الشكر على هذه الإفادة. إلى الخبر الدولي الآن، وفي تطورات الوضع الوبائي في الصين التي تشهد حاليا أسوأ موجة وبائية بعد أن رفعت السلطات بشكل مفاجئ معظم التدابير الصحية الصارمة لمكافحة كوفيد، انتقدت منظمة الصحة العالمية اليوم تعريف بكين الجديد الضيق للغاية للوفيات الناجمة عن كوفيد، مؤكدة أن الإحصائيات لا تنسجم مع عودة انتشار الوباء في البلاد، وجددت تأييدها لإجراء فحوصات على القادمين من الصين. عبد الحي ناصر. الصين تعيش على وقع أسوأ موجة وبائية بعد أن رفعت سلطاتها بشكل مفاجئ في مطلع دجنبر الماضي معظم التدابير الصحية الصارمة لمكافحة كوفيد-19، ما تسبب في قلق عالمي لم نشهده منذ أكثر من سنة. قلق مرده تلك المشاهد الصادمة القادمة من الصين، حيث المستشفيات تغص بالمصابين، والتي تقول التقارير أن أغلبهم من المسنين والمصابين بأمراض مزمنة وغير ملقحين. بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية، فالبيانات القادمة من الصين غامضة، مؤكدة أن الإحصائيات لا تنسجم مع عودة انتشار الوباء في البلاد، وجددت تأييدها لإجراء فحوصات على القادمين من الصين. نواصل الطلب من الصين تقديم بيانات منتظمة وموثوقة بشكل أسرع حول حالة الاستشفاء والوفيات، بالإضافة إلى تسلسل جيني أكثر اكتمالا في الوقت الفعلي للفيروس، فهذه البيانات مفيدة لمنظمة الصحة العالمية وللعالم، ونشجع جميع البلدان على مشاركتها. الإشكال يكمن في أن الصين تحتسب فقط وفيات كوفيد المتعلقة بالحالات التي توفي فيها أشخاص جراء مشاكل في التنفس بعدما تثبت الفحوص إصابتهم بالفيروس. تغيير في المنهجية يعني بالنسبة للمراقبين أن عددا كبيرا من حالات الوفاة غير مدرج على أنه ناجم عن كوفيد، وهو ما انتقدته منظمة الصحة العالمية التي اعتبرت تعريف الصين الجديد للوفيات الناجمة عن كوفيد ضيقا للغاية. أما بالنسبة لطبيعة الفيروس وانتشاره الواسع بالصين، فقد أكد المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن السلالتين الفرعيتين BA.5.2 وBF.7 من متحور أوميكرون BA.5 هما السلالتان المهيمنتان حاليا بالصين. وبحسب الخبراء الصحيين التابعين للحكومة الصينية، فستواجه البلاد 3 موجات متتالية من العدوى ستستمر إلى غاية مارس المقبل. أما عن ردود الفعل الدولية، فقد شجع الاتحاد الأوروبي بقوة خلال اجتماع خبرائه بالأمس الدول الأعضاء على فرض اختبار كوفيد على المسافرين الآتين من الصين. ولتسليط الضوء أكثر حول هذا الموضوع، ينضم إلينا من المحمدية السيد مصطفى الناجي، أخصائي في علوم الفيروسات ومدير مختبر بجامعة الحسن الثاني بالرباط وعضو اللجنة الاستشارية للقاح المغرب. أهلا بك سيدي. إذن موجة جديدة شديدة الانتشار للفيروس ومتحوراته تشهدها الصين حاليا، المعطيات غير متوفرة بشكل كافي كما نعلم لحد الآن، هل يمكننا التعرف معكم على هذا الارتفاع في عدد الإصابات، عن أسبابه وأيضا عن مدى خطورته؟ هو فعلا أنتم كما تعلمون هذه البيانات كلها اللي تتصدر عند الصين بيانات اللي فيها شوية ديال الغموض، كما جاء على لسان المنظمة العالمية للصحة، فهناك ارتفاع كثير ديال الحالات وهناك إماتة كثيرة. ما تنساوش بأنه كاين تقريبا 37 مليون إصابة في النهار، فهذا يعني مزعج كثيرا، والعالم كله الآن متخوف، لأنه لا سيما الصين غادي تعرف على الأقل واحد 3 الموجات،
ولكن غادي تعرف كذلك يعني تفشي جوج المتحورين في يعني في ان واحد لو بي ا 15 اي لو 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 ا 17 بجوجهم في نفس الواحد ان واحد والعالم كله متخوف من هذا انتشار هاد المتحورات الاخرى. نعم سيد ناجي، هل يمكن ان نلقاو العالم على ابواب المغرب موجه جديده من الفيروس؟ نعم نعم، هي يعني بحال نقدر نقولوا واحد يعني بحال نقولوا علامه بانه يعني انتكاسه جديده على الابواب. وحتى نشوفوا البلد الاول فين ظهر هذا الفيروس تعيش هذا المشكل، والان الناس راه تتسافر والفيروس ينتقل. اليوم ما عندناش مشكل مثلا في هذه البلدان كالمغرب وكاوروبا وكحتى الولايات المتحده ما كاينش مشكل، ولكن من دابا من بعض الاسابيع غادي يقدر يكون انتشار ديال هذه السلالات الاخرى. وشكون هما الناس اللي غادي يستافدوا؟ الناس اللي كانوا محميين، اللي كانوا خضوا اللقاحات، لانه اللقاح راه تيحمي ضد حتى هاد السلالات. نعم، بالحديث عن الحمايه ديالهم ومدعيين مره مجموعة اخرى من القيود باش يمشيوا ياخذوا اللقاح ديالهم. لو سمحت لي لكي نستفيد من وجودك معنا، يعني مجموعه نعم من القيود الاحترازيه تتخذ من قبل مختلف البلدان على الوافدين من الصين ومن ضمنها المغرب. سؤالي الآن عن مدى كفاية هذه الإجراءات وعن الاحتياطات الواجب اتخاذها من قبل كل واحد منا كمواطنين أيضا. هو ضروري ومؤكد، ولا سيما لا بالنسبة لهذا الفيروس ديال الكوفيد، لا بالنسبة لجميع الفيروسات اللي كاينة في هذا الموسم. التدابير الاحترازية اللي فيها ارتداء الكمامات، غسل الأيادي، تباعد، وكذلك التدابير الأخرى اللي هي أخذ لقاح الجرعة المناسبة، إما الجرعة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة. احنا اليوم في المغرب وصلنا الجرعة الرابعة، فهذا ضروري مؤكد باش الناس يحميوا أنفسهم ويحميوا ذويهم ويحميوا كذلك يعني المغاربة كذلك، فهذا ضروري ومؤكد. نعم، الدكتور مصطفى الناجي الإخصائي في علوم الفيروسات، مدير مختبر بجامعة الحسنة الثاني بالرباط وعضو اللجنة الاستشارية للقاح بالمغرب، أشكرك جزيل الشكر على هذه الإضاءة. وباقي محطات الخبر الدولي نعرض لها مختصرة، والبداية من الأراضي الفلسطينية المحتلة وتفاعلات الدخول المستفز لوزير الأمن القومي الإسرائيلي قبل يومين إلى باحة المسجد الأقصى بمدينة القدس الشريفة. الدول العربية والإسلامية تدعو مجلس الأمن الدولي الذي سينعقد اليوم إلى اتخاذ موقف قوي في هذه القضية. إبراهيم المرزوقي. بعد الاقتحام المستفز لوزير الأمن القومي الإسرائيلي لباحة المسجد الأقصى بالقدس الشريف، دول عربية وإسلامية تدعو مجلس الأمن الدولي إلى إدانة هذا الاقتحام وتقديم ضمانات بالحفاظ على الوضع الراهن للمدينة المقدسة. ومن المنتظر أن ينعقد المجلس اليوم بطلب من الإمارات العربية المتحدة والصين للنظر في هذه القضية. من جديد وللمرة الرابعة يفشل مجلس النواب الأمريكي في الحصول على أغلبية الأصوات لانتخاب الجمهوري كيفن مكارتي على رأس المجلس خلفا للديمقراطية نانسي بيلوسي. وحسب محللين فإن مثل هذا السيناريو لم يحصل منذ نحو 100 عام، والسبب هو الانقسام الحاصل في أوساط الحزب الجمهوري. بساحة القديس بطرس بالفاتيكان انطلقت صباح اليوم مراسم جنازة البابا السابق بنيديكتوس 16. الجنازة ترأسها البابا الحالي فرانسيس بمشاركة آلاف المشيعين وحضور عدد كبير من المسؤولين السياسيين ورجال الدين والملوك من كافة أنحاء العالم.
علم لدى مصدر عسكري أن وحدات لخفر السواحل التابعة للبحرية الملكية تعمل في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي قدمت المساعدة خلال الفترة ما بين 24 من دجنبر 2022 و4 يناير 2023 ل270 مرشحا للهجرة غير الشرعية من جنسية مختلفة، من بينهم مرشحون ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء واليمن وسوريا، حاولوا العبور في رحلات محفوفة بالمخاطر على متن قوارب تقليدية الصنع وقوارب من نوع كاياك ودراجات مائية جيتسكي وكذا عن طريق السباحة. وأضاف المصدر أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدات البحرية الملكية قبل نقلهم سالمين إلى أقرب موانئ المملكة وتسليمهم إلى الدرك الملكي من أجل القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل. نعود الآن لمواصلة الخبر الوطني. المباني الأيلة للسقوط ببني ملال وتحديدا بالمدينة القديمة لطالما طرحت مجموعة من الإشكاليات على مستوى الخطر المرتبط بوجود شبكة من الكهوف تهدد البنايات القديمة أو على مستوى هيكلة هذه المناطق. من هنا اتخذت مجموعة من الإجراءات تصب في اتجاه رد الاعتبار للمدينة العتيقة وإعادة إيواء قطني الدور المهددة بالإنهيار وعددها 298 بناية، وذلك وفق إحصائيات ومواكبة تقنية تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات المستجدة. خديجة زروال وعمر جليدي. مع كل موسم شتاء ينتاب ساكنة مدينة بني ملال الخوف من تكرار بعض الحوادث المتعلقة بانهيار بعض المنازل المتواجدة بالمدينة العتيقة. لمعالجة هذه الإشكالية بادرت الجهات المختصة بجرد البنايات ذات الخطورة العالية والتي ستتطلب تدخلا استعجاليا. الدار ديالنا قديمه وايلا للسقوط وجانا واحد الاشعار بالافراغ ودابا قالوا لنا باش خصكم تخويو لحقاش الدار خطر عليكم. دي الدار كتقطر في الشتاء وكلها ولات تفرتت ومشيت للمقاطعه اللي تابعين ليها ومشيت عند اللجنه باش يخرجوا يشوفوا لي الدار لحقاش كاينين انا وليداتي خفنا على راسنا. في ظل هذه الوضعية تم إعداد تصور شمولي لمنهجية التدخل عبر إعادة إيواء قاطن الدور المهددة بالسقوط بناء على تقييم الحاجيات المستجدة وفق نتائج المسح الجيوتقني الذي باشره مكتب للدراسات، حيث سيتم ترحيل وإيواء قاطن حوالي 300 بناية مهددة بالانهيار. بني ملال عانت من المشكل لمده عقود، على كل موسم ديال الشتاء تنحطوا يدنا على قلوبنا تنقولوا هذا الموسم ان شاء الله يدوز بدون كوارث. لا الحمد لله اليوم هذا المشروع عاد جا باش يفك المشكل بصفه نهائيه تنص بشهور خيرا، وهذا ما تزيد غير يسلط الضوء على التاريخ والقيمه ديال كل التراث اللامادي، تيسلط الضوء على المدن القديمه كجزء من حضارتنا وجزء من تاريخنا وهويتنا كملاليين. إجراءات إذن ستحد من خطورة المنازل الآيلة للسقوط وترد الاعتبار للمدينة العتيقة لابن ملال عبر تأهيلها وإعادة بنائها. ولمعرفة المزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من مدينة بني ملال السيد عبد الرحيم الغماري المدير الجهوي لقطاع الإسكان وسياسة المدينة بجهة بني ملال خنيفرة. أهلا بك سيدي. إذن بداية، ما هي المراحل التي تعرفها إعادة هيكلة المدينة القديمة لبني ملال وعملية ترحيل ساكنتها؟ أهلا وسهلا ومرحبا، شكرا على الاستضافة، تحية طيبة للجمهور النظار الكرام. تفاعلا مع تساؤلكم أود الإشارة أنه في إطار تدبير توقعي إجرائي واستباقي بذلت الوزارة جهود جبارة وجهود تمويلية محمودة بمعية المنظومة المحلية من أجل التدخل في النسيج العتيق عبر آلية التأهيل وإعادة الاعتبار للمدينة العتيقة وإعادة إيواء قاطن الدور المهددة بالانهيار بالمدينة القديمة لابن ملال. وفي هذا الصدد تم إعداد برنامجين، هم الأول التأهيل ورد الاعتبار بكلفة مالية حوالي 50 مليون درهم رصدتها الوزارة من أجل تثبيت ومعالجة الكهوف المسببة لخطر الانهيار خاصة بالفضاءات العمومية وأيضا تزفيت وتبليط
الأزقة والطرق المهيكلة لذات المدينة القديمة والرابطة بين مختلف ساحاتها وأقطابها، وأيضا تهيئة الساحات العمومية والفضاءات الخضراء بمجال المدينة القديمة. نعم سيد الغماري، متى سيتم المشروع الإيواء؟ نعم في يعني ترحيل هؤلاء المستفيدين من المباني الجديدة. تم الشروع منذ حوالي سنة 2014-2015 والعملية متواصلة إلى يومنا هذا، وهي عملية متناسقة ومنسجمة يشرف عليها السيد الوالي شخصيا وبعمل متواصل ويكاد يكون يوميا للمنظومة المحلية للتتبع والإنجاز بمكوناتها السلطة المحلية والمجلس البلدي وقاية مدنية إسكان عمران ووكالة حضرية. وقد تم في هذا الصدد القيام بسلسلة من المسوحات الجيوتقنية والمعاينات الباثولوجية المدينة القديمة أفضت إلى تصنيف هذه البنايات حسب درجة الخطر إلى درجة الخطر، ونقوم بعمل قانوني ومسطري وتقني حيث يتم إشعار الأسر المعنية وتبليغ قرارات الهدم إلى الملاك، ومن ثم مباشرة عملية الترحيل إلى تجزئة النور المعدة لاستقبال هذه الساكنة. نعم كم من أسرة تم ترحيلها إلى المباني الجديدة؟ عملية الترحيل تجري على قدم وساق، وقد تم في هذا السياق وبهذا الصدد اقتناء حوالي 351 بقعة، وقد تم إلى يومنا هذا معالجة وهدم حوالي 300 بناية واستفادة 260 أسرة وتوزيع حوالي 190 بقعة أرضية و180 إعانة مالية إلى يومنا هذا، وقد انضمت الجهة محمودة إلى الجهود هذه من أجل استكمال الأوراش المفتوحة بذات المدينة العتيقة ومعالجة وضع قاطني الدور المهددة بالانهيار في إطار برنامج شامل ومندمج. نعم. لتأهيل المدينة بالمال ككل الشامل، يعني كخطوة مهمة في الحفاظ على المدينة العتيقة لمدينة أكادير والتي نعرفها أنها تتميز ببنية الكهوف المتواجدة بها. نعم فعلا تتسم مدينة بني ملال بظاهرة فريدة وهي ظاهرة الكهوف، وهي نتيجة معطيات طبيعية بحكم الصخارة المكونة لمجال المدينة القديمة وأيضا بفعل النشاط البشري والاقتصادي، بحيث كان يتم حفر الكهوف من أجل عمليات البناء ومن أجل غايات وأهداف أمنية، وكذا من أجل توطين معاصر الزيتون في بيئة رطبة وآمنة وباردة. نعم إذن أشكرك السيد عبد الرحيم الغماري المدير الجهوي لقطاع الإسكان وسياسة المدينة بجهة بني ملال خنيفرة، أشكرك على هذه المساهمة معنا في نشرة الظهيرة. يقع الأطفال والمراهقين ضحية الإدمان على الألعاب الإلكترونية لأسباب عديدة ومختلفة، ويجدون أنفسهم داخل عالم افتراضي يبعدهم عن إدراك ما يحدث بالوسط المحيط بهم. هذا يترتب عنه مجموعة من التأثيرات السلبية على أدمغة الأطفال والمراهقين، ويتسبب في اضطرابات تؤثر على صحتهم النفسية والجسدية. وحسب دراسات علمية يؤثر إدمان الألعاب الإلكترونية على القدرة المعرفية ويزيد من الميل إلى العنف. نتابع روبورتاج حسن زكي ومصطفى ودة. الانغماس الحسي الكامل في عالم الألعاب الإلكترونية لساعات طوال وبشكل يومي يشغل جزءا أساسيا من حياة هؤلاء الأطفال، وهو نوع آخر من الإدمان، حيث يجدون في هذا الجزء المظلم والسام للتكنولوجيا المتعة كلها. البلاير كتجينا واعرة أو فيها بزاف ديال اللعاب وكرتاحوا فيها، وهادشي علاش كنجيو لها ديما نلعبوا، وكتجينا هي أحسن حاجة، أحسن من التليفون، وكنلعبوا فيها بزاف ورا كنستمتعوا فيها مع الدراري. ضروري خاصني نجي شي مرة ولا جوج مرات نلعب، حيت عادي إما تلجي مرة مرة ثلاثة ربعة لا خد زوين، ماشي شي حاجة خايبة، تتلهوا به الدراري صغار كبار كلشي. أعراض وعلامات تظهر على هؤلاء المدمنين الصغار بشكل مفاجئ في حياتهم اليومية،
حيث يجب على الأسر الانتباه إليها بشكل مبكر لاحتواء الوضع وتصحيحه، وهي تكون إما نفسية صحية أو سلوكية حسب المتخصصين في المجال. ما كيبقاش عنده واحد العلاقة اجتماعية كيولي منعزل، كيولي يركز على طلب المال بشكل مستمر، كيغضب إلى حيدنا له الانترنت، كينعزل إلى كانت عنده، كيكتر من الخروج للشارع، النقط المدرسية دياله كتراجع، ربما التغيبات أيضا كتكتر. بتكاتف جهود الجميع يمكن تجاوز الظاهرة انطلاقا من الأسرة الصغيرة إلى فعاليات المجتمع المدني والمؤسسات المختصة، ذلك ابتداء بمراحل ما قبل الإدمان عن طريق التوعية والتحسيس، وانتهاء بتوجيه هؤلاء الأطفال إلى ممارسة أنشطة بديلة رياضية فنية وثقافية تصرف انتباههم عن هذه العادات السيئة. إلى الخبر الرياضي الآن، حيث تمكن نادي الفتح الرباطي من التفوق على فريق اتحاد توارقة بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس لحساب الجولة العاشرة من منافسات البطولة الاحترافية لكرة القدم، ونصب اللاعب حمزة الهنوري نفسه نجما للقاء بعد تسجيله لثلاثية الفتح. خالد شخمان. إلى الرتبة الثانية والمطاردة المباشرة تحول فريق الفتح الرياضي بعد فوزه البين على فريق اتحاد تورقة بثلاثية نظيفة. النتيجة لا تعكس بتاتا قوة الفريق التروقي هذا الموسم. التحول المفصلي في المباراة كان بعد طرد اللاعب عمر النمساوي من صفوف الفريق في الدقائق الأولى من المباراة إثر تدخل خشن في حق مهاجم الفتح الرياضي هيرفي جاي. قاوم فريق الاتحاد التورقة طيلة الجولة الأولى، وخلال الجولة الثانية استغل فريق الفتح الرياضي جيدا التفوق العددي وتألق عبر مهاجمه حمزة الهنوري الذي سجل الأهداف الثلاثة. الحمد لله تمكننا من عرفنا كيفاش نجريو المقابلة، سجلنا ثلاثة الأهداف اللي كتجيب الخدمة، تبعنا خطط ديال السي جمال، والحمد لله وهذا الفوز هذا كيخلينا باش نزيدوا القدام. الهدف الأول جاء في الدقيقة 55 باستغلال جيد لحمزة الهنوري لتمريرة في منطقة عمليات اتحاد تورقة ليلتف ويسجل في أقصى العمود الأيمن لمرمى اتحاد تورقة. الهدف الثاني عبر هنوري دائما والذي كان في المكان المناسب ليضيف الهدف الثاني. الهدف الثالث والأخير جاء في الوقت الإضافي عبر حمزة الهنوري دائما الذي قفز بفريقه إلى الرتبة الثانية، بينما حافظ فريق اتحاد تورقة على مركزه المتقدم في الرتبة الرابعة. وتتواصل اليوم مباريات الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية لكرة القدم بإجراء مبارتين، حيث سيستضيف الشباب الرياضي السلمي فريق الجيش الملكي على الساعة 6:15 مساء، فيما شباب المحمدية سيحل ضيفا على فريق الوداد الرياضي على الساعة 8:30 مساء. ختام نشرة الظهيرة مشاهدينا الكرام، نذكركم بأبرز ما جاء فيها. مواصلة تنزيل الأورش الكبرى واستكمال تعزيز أسس الدولة الاجتماعية عنوان مرحلة جديدة تدشنها سنة 2023 في ظل مناخ يتسم بارتفاع غير مسبوق للتضخم. والمغرب يراهن على إنعاش الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية. المباني الأيلة للسقوط بالمدينة القديمة لبني ملال بعدما كانت تشكل خطرا محدقا بسكنتها تعرف اليوم هيكلة شاملة، انطلاقا من إجراءات لإعادة إيواء القاطنين وإعادة الاعتبار للمدينة العتيقة. وإدمان الأطفال والمراهقين على الألعاب الإلكترونية إشكالية بأبعاد مختلفة، وتأثيراتها السلبية تلحق أدمغة الأطفال والمراهقين وتسبب اضطرابات تؤثر على الصحة النفسية والجسدية وتضعف القدرة المعرفية. شكرا على الاهتمام والمتابعة مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء غدا بإذن الله.